ايه الحاجة الجديدة اللي هتكون على القناة؟ الخبر الاول اللي انا حابة اشاركه معاكم هو ان انا هل هوقف القناة؟ هل بفكر ان انا اوقف القناة؟ السلام عليكم ميناسان كونيتشيوا، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا اسمي سارة، مصرية متزوجة ياباني، وحاليا احنا مقيمين في اليابان. معلومات كتيرة عني في صندوق الوصف، علشان مش عايزة اطول عليكم في المقدمة بتاعت الفيديو. النهاردة في خبر مهم حابة اقول لكم عليه، وياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان نكون عيلة كبيرة. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. طبعا انتم ملاحظين ان انا كاتبه كل حاجه في الكراسه وعماله ابص عليها. انا من الناس اللي مش بعرف افكر من غير ما يكون في ورق في ايديا وقلم، واكتب كل حاجه بفكر فيها، افرغ المعلومات قصاد عينيا، وبعدين ابتدي اشوف الحاجه اللي انا عايزه اتكلم فيها، الحاجه اللي مش عايزه اتكلم فيها، وهكذا. كاتبه فيها اكتر الاسئله اللي جات لي على القناه. في ناس كتير سالتني عن حاجات معينه بتتكرر، فانا قررت اكتبهم وأرد عليكم. بس أهم حاجة دلوقتي أنا عايزة أشارك معاكم خبر مهم، وده هيكون أول خبر مهم على القناة. في حاجات كتيرة قوي هتتغير على القناة قريب، هتعرفوها، مفيش حاجة بتستخبى. الخبر الأول اللي أنا حابة أشاركه معاكم هو إن أنا عزلت. لو أنتوا بتتابعوني على الانستجرام أكيد أنتوا عارفين ومتابعين معايا انا نقلت يوم ايه، وكنت مجهزه، وشكل البيت القديم ايه، وشكل البيت الجديد ايه. بالنسبه لي اسهل ان انا اشارك الحاجات دي على الانستجرام، لان همسك الموبايل فيديو حوالي 10 ثواني وخلاص خلصت القصه واقدر اشاركه معاكم. فبالنسبه لي الانستجرام اسهل في النقطه دي، ان انا اشارك اخبار سريعه كده. فلو انتوا حابين تعرفوا الاخبار كلها ابديتد، ياريت تتابعوني على الانستجرام. هو ده الاسم، هيظهر هنا وهيظهر هنا. وموجود في صندوق الوصف اللينك بتاع الاكونت بتاعي على الانستجرام. الهوا النهارده جميل. الربيع خلاص على، يعني اليومين دول الجو شويه برد وشويه حر. انا قلع الجاكيت حاطاه هنا، فالجو لطيف قوي. دلوقتي انا حابه منكم ان انتوا تكتبوا لي اسئله عن العزال في اليابان، حابين تشوفوا ايه. انا سجلت حاجات كتيره جدا جدا. من اول تجهيز العزال، من اول الشركات اللي رحنا اتفقنا معاها، البيوت اللي شفناها، وحاجات زي دي. بس انا عايزه اعرف انتوا عايزين تشوفوا ايه ومش حابين تشوفوا ايه، علشان انزل لكم فيديوهات على ذوقكم. فياريت تساعدوني في الكومنتات وتكتبوا لي انتوا حابين تشوفوا اجزاء ايه متعلقه بالعزال في اليابان. حتى لو انتوا بره اليابان، لو عندكم فضول عن حاجه معينه ياريت تكتبوا لي في التعليقات. ولو حاجات انا ما صورتهاش هعملها لكم في فيديو اسئله واجابات. انا خايفه يكون الهوا ده مؤثر على صوتي. انا بشارك معاكم الخبر ده رغم اني شاركته بقالي فتره على الانستجرام، لان في ناس كتير على اليوتيوب مش بتتابعني، فعلشان كده حبيت اشاركه معاكم. السؤال الثاني، انا ليه بتاخر في الفيديوهات؟ هل هوقف القناه؟ هل بفكر ان انا اوقف القناه؟ واسئله بالمعنى ده. الاجابه كلها متعلقه ببعض، علشان كده انا قلت الاسئله دي كلها مع بعض متشابهه. انا مش باخر الفيديوهات رخامه مني، او مثلا عشان مش بحب اليوتيوب وفتحه غصب عني او حاجه زي دي. بالعكس، انا بحب اليوتيوب جدا، وده هوايتي، وهو ده السر، ان هي هوايه مش شغل. ما بيجليش تقريبا انكم حاجات بسيطه قوي شهريا من اليوتيوب، بس انا بعمل الموضوع ده كهوايه. ولو حولته ان انا التزم او الزام عليا في وقت فراغي او وقت مش عندي فراغ، لازم انزل فيديو، ولازم التزم بميعاد معين، ولازم اعمل حاجه زي كده، انا بعتذر. انا عندي حساسيه بتظهر لي في الربيع، فبقطع في الكلام. انا مش بقطع في الكلام، انا عينيا بتتعبني. لازم انزل فيديوهات معينه في وقت معين. هتتحول من ان هو هوايه الى انه الزام عليا، وهيبقى ضغط. وانا حابه اعمل اليوتيوب براحتي في الوقت اللي يعجبني. انا كمان عندي شغلي، الشغل بيبقى اوقات بتاخر جدا فيه في الشغل، شفتات متاخر، اوقات شفتات متقطعه. يعني ممكن يبقى عندي الصبح وبعدين نص اليوم كله فاضي، وبعدين عندي من اول الساعه 4 و5 شغل تاني في مكان تاني، فما بيبقاش عندي وقت كفايه ان انا
انزل مكان معين اصور فيديو زي اللي في دماغي، في حاجات معينه في دماغي طبعا، وده اللي بيخلي ان الفيديوهات اوقات بتتاخر، اوقات بيبقى عندي فيديوهات كتيره جدا على اللابتوب مش عارفه اعمل لها اديت بسبب ان ما عنديش وقت. تقريبا الفيديو ده كمان هيكون متاخر عن الميعاد اللي انا محدداه ان هو ينزل فيه، لان فعلا العزال صعب جدا، البيت مقلوب. استغرب ناس كتير بتقعد تسالني في التعليقات انت شغلك ايه، انت بتشتغلي ايه. طيب بص في صندوق الوصف، انا كاتبه في صندوق الوصف يعني. بستغرب قوي يعني، عمالين يكتبوا كومنت اكتر من مره، يعني 3 4 كومنتات. طب بص في صندوق الوصف انت هتعرف بتشتغلي ايه. انا مش بشتغل حاجه سريه، موظفه عاديه. ايه الحاجه الجديده اللي هتكون على القناه؟ حاليا في اليابان كان في حظر ان احنا نروح من محافظه لمحافظه، من مكان لمكان. وفي بدايات القناه بتاعتي طبعا ما كانش فيه كورونا، ما كانش فيه المشاكل دي كلها، فانا كنت بعمل جولات كتيره جدا، واغلب السبسكرايبرز على القناه بتاعتي هم بيحبوا الجولات وبيحبوا الفلوجات اللي هي ليها علاقه بالجولات جوه اليابان في محافظات مختلفه في اماكن مختلفه. ايام الكورونا كان الموضوع ده صعب جدا ومش قادره اعمله، لكن لو انتوا شفتوا الفيديو اللي فات على القناه، ولو انتوا مش اول مره تشوفوا الفيديو ده، اكيد اكيد لاحظتوا ان انا ابتديت اعمل جولات تاني، ولان الحظر جوه اليابان اتفك، السياحه الداخليه اتسمح بيها، انما الفيزا السياحيه لليابان من بره اليابان لحد دلوقتي مش بتتقبل. لكن ان شاء الله هقول لكم خبر كويس جدا اول ما القرار ينزل. كده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجب، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جاي، ما تنسوش.